ونحن ما عندنا خيار إلا ما خيار دبلوماسي. إذا بتلاحظ من أول ما بلشت وإنا تطبيق 1901 تطبيق كامل تلتزم زي الحكومة فيه. صار بالنهاية نرجع 1701، فبالتالي خلينا نوفر الدماء ونوفر اللي عم بصير ونروح على 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 تطبيق الاتفاق. الجيش اللبناني حاضر لهالموضوع. ما لم أتواصل مع الكونسولي، ولكن إذا هذا هو الأمر هلأ أنا أسمعه منك سأتواصل بهذا الموضوع وأقدر إليها هالشيء.